¡Viva la raza! يا اهلا وسهلا متابعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامج مشوار مصارع. نجم حلقة اليوم هو ادي جريرو، مقدمكم جو جي دي 13 من هروج مصارع. وبسم الله نبدأ. ادي جريرو اسمه الحقيقي ادواردو كوري جريرو، هو مصارع امريكي مكسيكي، ولد في مدينة الباسو تكساس في تاريخ 7 اكتوبر من عام 1967. يعتبر من أكثر مصارعين شعبية عبر التاريخ، رغم أنه كان يقدم في أغلب مسيرته شخصية المكروه أو الشرير أو الهيل. هو ابن لأسرة عريقة في عالم المصارعة الحرة، وهي أسرة جريرو. بدأت مسيرته في عالم المصارعة الحرة في عام 1987 في الاتحاد المكسيكي العريق CMLL، وانتهت مسيرته مبكرا في اتحاد WWE عام 2005 وقت ما توفي بسكتة قلبية. بدأ إدي جريرو مسيرته في الاتحادات المكسيكية، وبالأصح الاتحاد المكسيكي العريق CMLL. وقتها قدم شخصية المصارع المقنع ماسكارا ماجيكا، وكانت هذه الشخصية طوال 5 سنوات الأكثر شعبية في عالم المصارع المكسيكية. بعدها انتقل إدي جريرو إلى الاتحاد المكسيكي المنافس لاتحاد CMLL، وهو اتحاد AAA. واستمر في تقديم شخصية ماسكارا ماجيكا، لكن بسبب رفع اتحاد CMLL دعوى الملكية الكاملة لشخصية ماسكارا ماجيكا، اضطر إدي جريرو أن يفسق قناعه ويتحول لدور الشرير في اتحاد AAA. وقتها كون فريق ثنائي مع الراحل آرت بار. طوال فترة ما بين عام 1992 وعام 1993، اعتبر هذا الثنائي أكثر فريق مكروه في تاريخ عالم المصارعة المكسيكية، وتوج الاثنين تألقهما بتحقيق لقب العالم للفرق في اتحاد AAA. ومع نهاية عام 1993 انتقل إيدي جريرو إلى عالم المصارعة الحرة اليابانية. وفي فترته في الاتحادات اليابانية ما بين عام 1993 وعام 1996، أبدع إيدي جريرو على حلبات الاتحاد الياباني العريق NJPW. وقتها قدم شخصية النمر الأسود، كان أبرز نجم في فئة الجونيور وقتها. وفي صيف عام 1995 عاد إدي جريرو للولايات المتحدة، تحديدا إلى الاتحاد الجديد وقتها ECW. في أول ظهور له في اتحاد ECW استطاع إدي جريرو من سرق الأضواء. وقتها فاز على واجهة ECW 2 Cold Scorpio، حين انتزع لقب العالم للتلفزيون، ودخل بعداوة أسطورية مع دين مالينكو، وما زالت إلى هذا اليوم تعتبر من روائع عالم المصارعة الحرة في التاريخ. ومع نهاية عام 1995 تعاقد اتحاد WCW مع عدة نجوم من ECW، وكان على رأسهم إدي جريرو. وفي آخر مباراة على حلبات ECW كانت هي المباراة الأخيرة، وفي عداوته مع دين مالينكو، قد كانت من أكثر المباريات عاطفية، وحتى الجمهور صار يقول ويردد لا ترحلوا. وكان ظهور إدي جريرو الأول في اتحاد WCW مبكرا في عام 1989، وكان وقتها مصارع جوبر. وظهوره الحقيقي كان في مهرجان World War 3 عام 1995، وقتها ظهر في مباراة الحلبات الثلاثة، وكانت بداية نجوميته في WCW ما بين الفترة في عام 1996 وحتى عام 1997. وقتها دخل في دائرة المنافسة على لقب الولايات المتحدة مع نجوم مثل كونان، ريك فلير ودي دي بي. وفي ستاركيد 1996 استطاع إدي جريرو تحقيق لقب الولايات المتحدة. وفي عام 1997 دخل إدي جريرو دائرة المنافسة على لقب الكروزر ويت مع حامل اللقب وقتها كريس جيريكو. وفي مهرجان فول برورل عام 1997 استطاع إدي جريرو من انتزاع لقب الكروزر ويت من كريس جيريكو، وحافظ على اللقب حتى هالوين هافك 1997. وقتها خسر اللقب لري ميستيريو في مباراة أسطورية تعتبر أفضل مباراة في عام 1997. وفي عام 1998 بدأت موهبة إدي جريرو تظهر بشكل لافت، مما خلته في منافسة مع كبار النجوم،
وقتها اخترع وكون عصابة LWO Latino World Order، وهي نسخة لاتينية من عصابة NWO، واعتبرت هذه العصابة كردة فعل من نجوم تم تهميشهم بسبب سيطرة نجوم NWO على اتحاد WCW. ومع نهاية عام 1999 رحل إيدي غيريرو مع مجموعة كبيرة من نجوم WCW وانتقلوا إلى اتحاد WWE. وفي يناير من عام 2000 ظهر إيدي غيريرو لأول مرة على حلبات WWE مع دين مالينكو، كريس بنوا وبيري ساتن. وفي مارس 2000 ظهر إيدي غيريرو بالشخصية التي جعلت منه نجما محبوبا لأول مرة منذ سنوات، وقتها قدم شخصية لاتينو هيت مع الراحلة تشاينا. وقتها قدم الاثنين ثنائية ما زالت إلى هذا اليوم عالقة في أذهان الجماهير، حيث حقق خلالها لقب أوروبا ولقب القارات. وفي عام 2001 تم إلغاء عقد إيدي غيريرو بسبب إلقاء الشرطة القبض عليه وقت ما كان يسوق السيارة وهو تحت تأثير الكحول. وخلال تلك الفترة ما بين عام 2001 و2002 ظهر إيدي غيريرو في اتحادات الإنديز أو المستقلة، تحديدا اتحادات مثل WWA و ROH و IWA، وكان البطل الأول للقب العالم في IWA، وحمل هذا اللقب AJ ستايلز و CM Punk والكثير من الأسماء الكبيرة. وفي مايو 2002 عاد إيدي غيريرو لاتحاد WWE، وقتها دخل بعداوة مع روب فان دام وكانت على لقب القارات، وبعدها مع إيج. ومع أواخر عام 2002 كون فريق ثنائي مع ابن أخيه تشافو غيريرو. وفي عام 2003 تألق إيدي غيريرو بعد ما استطاع أن يكون أول مصارع يحقق لقب الولايات بعد عودة اللقب. وفي عام 2004 تحديدا في مهرجان نو واي أوت استطاع إيدي غيريرو من تسجيل لحظة تاريخية بعد ما حقق وانتصر على الوحش براك لزنر وانتزع منه لقب الـ WWE ليقدم مسيرة جبارة مع اللقب طوال عام 2004. تقدم إيدي غيريرو عدة عدوات مع نجوم سماك داون مثل كيرت أنجل وجي بي إل وبوكر تي. وفي عام 2005 قضى إيدي غيريرو معظم السنة بعداوة مع ري ماستيريو، وكانت عداوة مليئة بالأمور الشخصية ومقتبسة كثيرا من حياة الاثنين، تحديدا من حياة إيدي غيريرو. وفي تاريخ 13 نوفمبر من عام 2005 صدم عالم المصارعة الحرة بظهور خبر العثور على إيدي غيريرو ميت في غرفته في الفندق. وفي عرض رو بتاريخ 14 نوفمبر أعلن فينس مكمان شخصيا الخبر وخصص عرض رو تكريم لإيدي غيريرو، وكذلك قام اتحاد TNA بتخصيص عرض جينيسيس تكريم لإيدي غيريرو، وأيضا اتحاد ROH واتحاد CZW قاما بتخصيص عرضين تكريمين لإيدي غيريرو. مما يؤكد على حجم الإرث الذي خلقه إيدي غيريرو لعالم المصارعة الحرة أجمع، وكيف كان مؤثر في حياة الكثيرين من نجوم اتحادات المصارعة الحرة في العالم، حيث نشاهد دوما المصارعين يقتبسون من حركاته يعملون على الحلبة. وكذا نوصل في ختام حلقة مشوار مصارع للنجم إيدي غيريرو. ترقبوا الأسبوع القادم مشوار مصارع دين أمبروز. لا تنسوا اللايك السبسكرايب والشير، وتابعونا على تويتر. كان مقدمكم جود JD13 من هروج المصارعة، وإلى اللقاء.